أشاد محافظ الأنبار علي فرحان الدليمي ونينوى نجم جبوري خلال جولة مسائية اصطحبهما فيها محافظ صلاح الدين الدكتور المهندس عمار جبر خليل برفقة قائد الشرطة لواء قندي الخليل لحالة الاستقرار الأمني والتطور العمراني والخدمي المتحقق في محافظة صلاح الدين. بعدها ناقش المحافظون الثلاثة في اجتماع مشترك القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الاقتصادي والأمني ومواجهة مخططات الإرهاب بإرادة مشتركة تعزز النصر الذي تحقق بوقفة وتضحية العراقيين.